لنذهب معا إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. نعم، هذه التعليمات أصدرت لأكثر من 1000 شخص في تل أبيب، وهي מעבר تتعلق לכך, אין שינוי בהנחיות, בפעילויות أخرى קרי, للجمهور. יש בתי ספר מחר. ושוב אנחנו, ואני אומר את זה, אנחנו בהערכת מצב מתמשכת, אנחנו נעדכן בכל שינוי, גם בשעות הקרובות, גם מחר בבוקר, אנחנו נעדכן את הציבור בכל שינוי באופן מיידי. שאלת I-24, האם ניתן להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם עכשיו כשחיזבאללה מורתע, או שעדיין יש צורך לטפל במרחב בתמרון קרקעי? כמו שאמרתי, לנו יש משימה. نعم, להשיב את תושבי הצפון, هل يمكن إعادة السكان إلى بيوتهم؟ לטובת הדבר הזה. كما قلت, لدينا قواعد واضحة, وهي إعادة السكان بأمن والتحقق من كل ما هو مطلوب. هل في رأس السنة العبرية يمكن أن نحتفل بعيد اليهود؟ لدينا أيام صعبة, هنالك الكثير من التحديات التي يجب أن نحققها. من هنا إلى موعد رأس السنة وغيره من المناسبات, ما نستطيع فعله هو تحقيق الأمان. سنتعامل مع إطلاق النيران, صحيح أنه ليس قوي لكنه يثير القلق. هذه ليست قضية تنتهي في لحظة واحدة, هنالك الكثير من التحديات أمامنا وهذا يحتاج إلى وقت. وسنقوم بكل ما هو مطلوب منا لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم, وأيضا الاستعداد للحفاظ على التعليمات في الشمال لحماية الأرواح. אנחנו חייבים למנוע לדלק. אנא אטלב מנקום והתנהלות שלכם לפי הנחיות מונעת את זה. اتباع كل التعليمات צריכים את הזמן הזה الصادرة من الجيش لمنع وقوع اي ضحايا في الجبهة الداخلية. نحتاج الى هذا الوقت لانجاز هذا العمل واتمام المهمة. كيف تفسرون عدم إطلاق صواريخ على لبنان؟ لا نستطيع أن نقول بأننا لا نستطيع فعل ذلك. نحن نقدر الأوضاع ونفحص ونقيم, وبناء عليه ندافع أو نهاجم. لن يكون الدفاع ناجح 100% طبعا, لكننا نحاول قدر الإمكان. مثلا الصواريخ القادمة من اليمن يجب أن نكون حذرين. الدفاع ليس 100%, وعلى الجمهور أن يستمع جيدا لتعليماتنا. سنبقيكم على اطلاع دائم بمتطورات الأوضاع, لكننا مصرون على الهجوم والدفاع حسب ما تقتضي الحاجة. حسن نصرالله, the leader of the terrorist army Hezbollah, سأقول بعض الكلمات في الإنجليزية. Israel defense forces in a precise strike in Beirut last night while he was in Hezbollah's central headquarters commanding more imminent attacks against the people of Israel. For decades, Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, orchestrated countless attacks against innocent people. Hassan Nasrallah had the blood of thousands of men, women, children on his hands. Israeli, Jews across the world, Lebanese, Americans, British, French, Syrians, and other countless victims across the Middle East and beyond. Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, joined Hamas in attacking Israel on October 8th. Just one day after Hamas's massacre on October 7th, for almost a year, Hezbollah, under the command of Hassan Nasrallah, has been firing thousands of rockets, suicide drones, anti-tank missiles, and ballistic missiles at Israeli towns and cities. 60,000 Israelis
إذن مشاهدينا تابعنا جزء من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. نود أن نذكر بأبرز النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر. الجيش الإسرائيلي يقول أنه في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة. كذلك أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف جالانت أقر تقييد التجمعات وسط البلاد بحيث لا يزيد عدد المشاركين عن 1000 شخص، وقال نهاجم حاليا البنية التحتية لحزب الله التي تم بناؤها على مدى سنوات بدعم من إيران. كذلك أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله تعرض لهزة قوية بعد مقتل كل القادة في الحزب وعلى رأسهم القائد والأمين العام حسن نصر الله. إذن أيضا أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي مصر على إكمال المهمة على جبهة لبنان إلى لغاية إعادة طبعا النازحين وسكان الشمال إلى منازلهم. كانت هذه لربما أبرز النقاط التي جاءت في هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.